بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف التاسع جريد 9 مع مراجعة الاختبار النهائي The Final Exam English Language Test للفصل الدراسي الثاني، وتكون فترة الاختبار 2 hours ساعتين في الاختبار النهائي للـ Final Exam. وكما تعرفون أعزائي الطلبة، The final exam consists of يتكون من مهارة الـ listening 10 درجات، أيضا grammar and vocabularies 10 marks، مهارة القراءة reading أيضا 10 marks 10 درجات، والـ writing أيضا 10 marks، والمجموع النهائي 40 marks 40 درجة. نأتي الآن للاختبار للسؤال الأول. كيف يكون السؤال الأول؟ إذن في الاختبار الأول، السؤال الأول listening one، هو listening one السؤال الأول، الاستماع أيضا عليه 5 marks. لاحظوا سوف يكون أمامكم 6 pictures 6 صور، وسوف تستمعون إلى 5 نصوص. You will listen to 5 short texts، ويوجد عندكم 6 صور، يوجد صورة زائدة. أولا اقرأ السؤال قبل أن يبدأ المعلم بقراءة نص الاستماع أو قبل أن تستمعه من المسجل. You are going to hear 5 short texts، إذن سوف تستمع إلى 5 نصوص قصيرة. About، طبعا هذا الكلام الذي يأتي بعد about هو موضوع نص الاستماع. مثلا هنا معنا about different jobs، الأعمال المختلفة. Match the pictures with the text for each text. Shade in the bubble under the correct option. يعني مثلا for example، إذا كانت إذا سمعت مثلا في النص الأول في الجملة الأولى يتكلم عن picture B، ماذا تفعل هنا؟ تفعل تختار وتظلل B. مثلا the second sentence، إذا سمعت مثلا المتحدث يتحدث عن picture F، ماذا تفعل؟ تظلل هنا F، ولا يجوز اختيار أكثر من إجابة. لو اختار مثلا الطالب إجابتين في السؤال الأول مثلا، هنا تعتبر الإجابة خاطئة. نبدأ الآن مثلا سريعا بينما أنا أستمع، ركز أنت عزيزي الطالب إلى هذه الصور واختر هل الإجابة سوف تكون A B C D E or F. Number one، سالم works in his own business. He repairs water pipes. He is skillful in putting in bathrooms and sinks. لاحظوا أنا في الصورة في الجملة الأولى تكلمت عن من؟ سمعت مني كلمة bathroom، سمعت مني كلمة sink، هذا هو السنك وهو حوض المياه، أيضا fix يصلح. إذا number one the answer is B، the answer is B. يظلل الطالب ويختار الإجابة هنا، إجابة واحدة. Now listen to number two. Listen to number two. Sarah works with a travel company. She takes a group of people around different places and tell them about the history of that place. أيضا سمعتم مني أني أتكلم عن picture D، أتكلم عن سارة. This is a girl، وتشتغل في شركة company، travel company، تأخذ السياح إلى الأماكن. She takes the tourist to Eiffel Tower، برج إيفل. So number two the answer is D، يأتي الطالب ويختار الإجابة D. Now listen to number three. Number three، يوسف has a small garage. He fixes the cars. He loves his job. In the future he wants to open a big garage. أتكلم عن picture E، سمعت كلمة car and fix يصلح ويعمل صيانة، أيضا garage it is a garage. So the answer for three is picture E. This is the answer. Now listen to number four. Number four، Nasser loves acting. He participated in a school play called The Lost Animal. He was the tiger. Now he is a famous actor. لاحظوا هنا سمعتم مني كلمة tiger. This is a tiger. وأيضا يحب التمثيل. So number four is C. Number four is C. The answer is C. Now listen to number five. Number five،
عمر works in making and building wooden objects such as furniture. He is creative in making decorated doors and tables. لاحظوا هنا carpenter, he is a carpenter, نجار. Work with wooden, wooden هذا الwood, wood معناها الخشب. وأيضا furniture يشتغل في الأثاث. So this is the answer for number 5. إذا number 5 the answer is A. إذا ركزوا أعزائي الطلبة سوف تستمعون لكل جملة 2 times مرتين. نأتي إلى السؤال الثاني في الاختبار النهائي وهو listening 2 أيضا عليه 5 درجات 5 marks. سوف تستمعون هنا إلى فقرة كاملة. لن تستمع يقول number 6, number 7, number 8. No. You will listen to the whole text. تستمع إلى نص كامل. You are going to hear some information. سوف تستمع لمعلومات عن لندن زو, حديقة حيوانات لندن. تستمع وتختار الإجابة. في البداية عزيزي الطالب عليك أن تقرأ الأسئلة, يعني تقرأ هذا السؤال مثلا, وتقرأ ماذا أيضا بعد أن تقرأ السؤال, تقرأ الاختيارات الموجودة هنا الثلاثة, لأنك عندما تستمع إلى النص فأي رقم يتكلم عنه أي تاريخ سوف تكون هي الإجابة, فقوم باختيارها لأول مرة, وفي المرة الثانية تقوم بتصحيح الاستماع. الآن حتى لا نطيل أعزائي الطلبة سوف أقرأ النص, ركزوا معي سريعا. London Zoo is the world's oldest scientific zoo. It is located in the middle of London. The zoo was first opened in 1828. مثلا على سبيل المثال أنا الآن أجبت على السؤال الأول. London Zoo was opened. وأنتم سمعتم مني was opened. This is the answer. In 1828. أيضا قد تستمع الإجابة 1828. إذا يوجد أكثر من طريقة لقراءة الرقم, لذلك يجب أن تعرف كيفية قراءة الأرقام وكيفية نطق الأرقام. هنا أيضا number 7, because of London's cold weather some animals were kept, أيضا عندنا هنا dash or gap, a gap at first indoors outside in hospital. أيضا هنا سوف تستمع للإجابة وتقوم بالاختيار المناسب. لا أريد أن أقرأ نص الاستماع حتى لا أطيل عليكم, لكن أريد أن أوضح لكم كيفية إتيان الاختبار. هذا هو السؤال, يكون بهذه الطريقة. كل ما عليكم أعزائي الطلبة أن تقرأوا أولا للخطوة الأولى, الخطوة الأولى أن تقرأ الأسئلة, الخطوة الثانية أن تقرأ الاختيارات الموجودة هنا لكل سؤال, الخطوة الثالثة ماذا تفعل, تقوم بكتابة وتدوين الإجابة لأول مرة, والخطوة الرابعة عندما تستمع للمرة الثانية تؤكد على إجابتك. إذن هذا هو السؤال الاستماع الثاني. نأتي الآن إلى سؤال الجرامر. لاحظوا هنا سؤال الفوكابيولري, عفوا الكلمات, وأيضا عليه درجتان ونصف. سوف يكون عندكم فقرة, هذه الفقرة يوجد 5 كلمات غير موجودة. لاحظوا number 1, 2, 3, 4 and this is number 5. الاختيارات موجودة هنا, يعني لكل إجابة يوجد 4 كلمات, 4 words. For example, يجب عليك أن تعرف معاني الكلمات حتى تستطيع أن تختار الإجابة الصحيحة. نبدأ بالقراءة. Last year, I and my family visited Jordan. It is dash for the archaeological sites. It is dirty or it is famous or it is helpful or it is tasty. It is famous, الإجابة famous لأنها مشهورة بمواقعها الأثرية. لا يختار الطالب مثلا dirty, it is dirty متسخة, أو helpful أو tasty لذيذة. يعني لاحظوا هذه إجابات لا علاقة لها بالمعنى المطلوب, لذلك هنا يجب على الطالب أن يركز ويقرأ الكلمة بشكل جيد. Now number 2, we dash tickets online. الإجابة ستكون we booked, يعني حجزنا. We booked tickets online. We dash a car to drop us at the hotel. We took, يعني أخذنا سيارة حتى توصلنا. Drop us يعني توصلنا وتضعنا في الفندق. Once we reached there, عندما وصلنا هناك, we went to our rooms to take a rest. ذهبنا إلى الغرف للاستراحة. The hotel and many dash
such as gym and swimming pool. إذا the hotel had يعني يوجد في الفندق داش ماذا يوجد به؟ يوجد به facilities خدمات facilities معناها خدمات. يستحيل أن نختار caves لأنها هل يوجد في الفندق caves كهوف أو يوجد mountains جبال أو يوجد schools مدارس؟ لا، الكلام المناسب هو facilities. لماذا؟ لأنه أعطانا مثال مثل الجيم وswimming pool بركة السباحة. We went to many dash to learn about their culture and history. إذا ذهبنا إلى الميوزيومز المتاحف. لماذا؟ لأنه قال سوف نتعلم عن الكلتشر الثقافة and history والتاريخ، وهذه الأشياء نتعلمها في المتاحف. نأتي الآن إلى السؤال الثاني وهو جرامر، أيضا عليه درجتان ونصف two and half marks. two and half marks هنا يوجد فراغ في كل جملة، ويجب أن يكتب الطالب only one word complete. Now how dash does it cost? The answer 7 ريال. دائما إذا كان عندكم الجملة سؤال question ركزوا فيما بعد علامة الاستفهام after the question mark. لاحظ هنا 7 ريالز وهنا how does it cost. إذا السؤال يكون how much. How much يسأل عن تكلفة، كم سعر؟ how much. وإذا أخطأ الطالب طبعا في الكتابة وكتب حرفا ناقصا أو حرفا زائدا أو كتب بدل حرف مكان حرف تعتبر الإجابة خاطئة، لذلك ركزوا في الكتابة. Number 7. He did the homework. He would go to the cinema. يعني إذا حل الواجب سوف يذهب إلى السينما. لاحظوا هنا ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا هنا would، كلمة would. وهذه would إذا رأينا would في جملة والفراغ في بداية الجملة نكتب مباشرة if. if بمعنى إذا، يعني إذا هو أنجز وحل الهومورك الواجب he would go to the cinema. أيضا قد يأتيكم في الاختبار سؤال يكون تكون if مكتوبة لكن would غير موجودة، فماذا يفعل الطالب؟ يكتب would في الفراغ. إذا انتبهوا، قد يأتي في الاختبار if موجودة would غير موجودة فيكتب الطالب would. قد يأتي في الاختبار مثل هذا السؤال would موجودة if غير موجودة فيكتب الطالب if. Now 8. Elephants الفيلة are bigger dash cats. لاحظوا هنا bigger، هذه الصفة انتهت big كبير و bigger أكبر، انتهت بماذا؟ ب er مثل big bigger small smaller tall taller. دائما بعد هذه الكلمات نكتب than يعني من، than يعني الفيلة أكبر من القطط. فدائما انتبهوا بعد ER، ركزوا مرة أخرى بعد ال ER ماذا تكتبون؟ تكتبون than. وأيضا لو رأينا في الجملة كلمة more مثلا more important ويوجد عندنا أيضا فراغ، أيضا يجب أن نكتب في هذا الفراغ ماذا؟ نكتب في هذا الفراغ than، نكتب في هذا الفراغ than. إذن السؤال هذا قد يأتي بصيغتين، الصيغة الأولى كلمة قبل الفراغ تنتهي بER فنضع مباشرة than، أو قبل الفراغ يوجد more فماذا نضع نحن؟ نضع than. وإذا كانت than موجودة نحن ماذا نكتب؟ نكتب more. Now 9. This is the boy wrote the story. هذا الولد كتب القصة. أريد أن أستخدم من الضمائر التي أخذناها في الصف وهي هو بمعنى الذي، ركزوا هو الذي، هذا الطالب الذي كتب القصة هو. وأيضا دائما هو تستخدم بعد العاقل، لاحظوا مثلا the boy who، the girl who، the man who، سالم who، the doctor who، the student who. أما إذا كان قبل الفراغ غير عاقل ماذا نكتب؟ نكتب which. لاحظوا إذا which، هذه which تستخدم مع لنقل غير العاقل، مثلا أقول the school which، the table which، the car which، the book which. أما كلمة who فهو تستخدم، إذا هو تستخدم مع ماذا؟ تستخدم مع العاقل. السؤال الأخير سالم داش born in Kuwait. مباشرة إذا رأينا born
فنكتب معها was، عفوا نكتب معها was born يعني ولد. انتهينا الآن من سؤال لجرامر، نأتي الآن إلى سؤال ماذا؟ إلى سؤال جرامر فوكابيولاري. تكست عبارة عن نص يوجد فيه 10 فراغات، ويوجد لكل فراغ 4 اختيارات. أيضا هذا الطالب عليه أن يركز ويعرف المعاني ويختار الإجابة الصحيحة. لاحظوا هنا nowadays، هذه الأيام there dash many types of tourism، معنى tourism سياحة. there، لاحظوا عندي هنا أعزائي الطلبة يوجد كلمة types، هل أقول there is أو there are؟ أختار ماذا؟ there are. لماذا قلنا there are وليس there were وthere مع الجمع؟ لأن where و was هذه مع الماضي، ونحن نتكلم عن nowadays، هذه الأيام nowadays، لذلك إما are أو is. لاحظوا لأنه يوجد عندنا جمع فأقول are. The dash popular type is exploring the tourism. لاحظوا هنا عندي the، ودائما إذا كانت the أختار الصفة التي تنتهي بماذا؟ أختار most. The most. لا أستطيع أن أقول the more أو the less أو the better. أقول هنا the most. إذا the most popular type is exploring tourism. It is for people who dash adventures. إذا هذه السياحة، النوع هذا من السياحة هو للناس who dash adventures، معنى adventures مغامرات، who enjoy يعني الذين يستمتعون في المغامرات. In this type، في هذا النوع من السياحة، tourists السياح go on dash alone with or with friends. go on holidays، يذهبون إجازات مع أنفسهم وحدهم أو مع friends الأصدقاء. they put everything in a bag، يضعون كل شيء في حقيبة، and dash it on their backs. لاحظوا هنا back الظهر، فماذا يفعلون؟ carry، يحملونها، يحملوا الحقائب على ظهورهم. now they can decide where، يستطيعون أن يقرروا where to go. كما درسنا دائما أدوات لل question words مثلا how to، where to، when to، why to، لذلك الإجابة تكون هنا to. نكمل الآن، we complete reading. then try to dash cheaply. cheaply معناها برخص. they هم يحاولون to dash cheaply. cheaply يعني to travel، يحاولون أن يسافروا بأقل التكاليف. so they make all bookings، يقومون بالحجز by dash without going to a tour company، لا يذهبون إلى شركات السياحة. إذن هنا يقومون بذلك بأنفسهم themselves. they themselves، هنا الإجابة عفوا by، عن طريق themselves، بأنفسهم يقومون بالحجز. 19 they dash look for expensive hotels. they don't، لا يبحثون، ولا نقول didn't لأنها ماضي ونحن نتكلم عن مضارع، doesn't مضارع مفرد ونحن نتكلم عن جمع، و aren't هذه للpresent continuous يعني يجب أن يكون ing في الفعل بعد الفراغ. إذا don't نفي. they don't look for، لا يبحثون عن expensive hotels، فنادق غالية، لأن قلنا هم يريدونها cheap، cheaply، رحلة موفرة. and dash to save money، إذا لا يبحثون عن فنادق غالية سعرها غال ومرتفع، ولا عن أيضا restaurants مطاعم سعرها مرتفع. to save، why to save money، حتى يوفروا المال، معنى save يوفروا المال. إذا هذا هو النوع الثاني من أسئلة grammar vocabularies. نأتي الآن إلى سؤال الريدنج. سؤال الريدنج هكذا أعزائي الطلبة، يوجد هنا we have 1 2 3 4 sentences، أيضا هنا يوجد 6 sentences، يوجد 6 sentences، 6 جمل، يوجد 2 extra، يوجد جملتان زيادة زائدتان. الآن كيف نجيب على هذا النوع من الأسئلة؟ يجب على الطالب أن يقرأ أولا الجملة الأولى كاملة. ماذا يفعل؟ يقرأ الجملة الأولى كاملة، ثم بعد ذلك يقرأ جميع الجمل هنا حتى يبحث عن الإجابة التي توافق الإجابة. ماذا يفعل الطالب هنا؟ يمل ويتعب ويقول لا أقرأ كل الجمل. You have to read all the
sentences. يجب عليك أن تقرأ كل الجمل حتى تتمكن من الإجابة. Now توفيق الحكيم is a famous writer. He was born in Egypt. لاحظوا هنا عندنا بعض البيانات. توفيق الحكيم، إذن هذا نستطيع أن نعوض عن توفيق الحكيم باستخدام كلمة he لأنه مذكر مفرد. أيضا لاحظوا عندنا كلمة writer كاتب. الإجابة تقول لاحظوا he wrote. إذن هنا نكتب الإجابة B. ماذا نكتب هنا؟ نكتب B. لماذا؟ كما قلت لكم يوجد عندنا أدلة. هنا الدليل الأول writer وهنا wrote. أيضا توفيق الحكيم مذكر مفرد أستخدم معه هي. وكذلك هذا يكفي للحصول على الإجابة. He wrote كتب many plays. He got many awards like the Nile Nicholas Prize. Number two teenagers المراهقين. Teenagers المراهقون spend most of their time using the internet. لاحظوا هنا المراهقون هذه اسم جمع. أيضا يوجد عندنا time، يوجد عندنا أيضا internet. نبحث عن كلمات مشابهة. لاحظوا they use، بما أنها teenagers الضمير الذي يستخدم مع الجمع هو they. لاحظوا use different applications. Applications هذه مناسبة للإنترنت. أيضا هنا معنى كلمة chat هذه أيضا لها علاقة بالإنترنت. أيضا كلمة search البحث لها علاقة بالإنترنت. إذا جميع هذه الكلمات تدل على أن الإجابة هي for number two is C. Now three the Eiffel Tower is one of the most famous towers in the world. Eiffel Towers ركزوا هنا، هذا غير عاقل، هذا غير عاقل Eiffel Tower. لذلك الضمير الذي يستخدم معه it، عفوا الضمير الذي يستخدم معه هو الضمير it. يوجد عندي الآن جملتان تبدأ ب it، e and f. الآن نتكلم عن is one of the most famous towers in the world، أحد أعلى أحد أهم أشهر التاورز، معنى تاورز برج الأبراج في العالم. It is the tallest building، لاحظوا in Paris. Paris يعني باريس، و آيفل تاور موجود في باريس. إذن هذه تكفي لمعرفة الإجابة. أيضا ممكن أن نستثني هذه، لماذا؟ لأنه يتكلم عن أفريقيا، وأفريقيا لا يوجد بها برج إيفل. إذن the answer for this one three is D. This is the answer. Sorry, it is E. It is E. Now number four. Many Mary visited Oman. ركزوا معي. Mary بنت. إذا الإجابة المناسبة جملة تبدأ بشي. Visited Oman last month. It was an amazing journey. كانت رحلة مذهلة. لاحظوا هنا A she. إذا أيضا يوجد عندنا visited. هنا يوجد معنا visited، وهنا أيضا يوجد معنا visited. أوكي. أيضا هنا مثلا عمان يوجد كلمات لها علاقة بعمان. مطرح. أيضا كلمة سوق الجليلي فورت. إذا الإجابة تدل على أنها الإجابة إيه. فإذا حتى يجيب الطالب to answer this this type of questions يجب عليك أن تقرأ جميع الجمل هنا، وبعد ذلك تقرأ جميع الجمل هنا حتى تصل إلى الإجابة. السؤال الثاني في الـ reading عليه 6 درجات with 6 marks. Reading 2 it has 6 marks. عبارة عن إيميل غالبا، وأسفل الإيميل أيضا يوجد مجموعة الأسئلة. يجب على الطالب أن يقرأ كل سطر وكل كلمة حتى يستطيع أن يجد الإجابة. أيضا هناك شيء يجب أن يتعلمه وهو الأدوات، هذه أدوات السؤال. Where معناها أين، How كيف، How many كم عدد. إذا هو يسأل عن عدد، فالإجابة هنا يجب أن تكون عدد. هنا Where يسأل عن مكان، إذا الإجابة تكون Place مكان. How يسأل عن كيفية. Who من the answer should be what اسم شخص، إذا الإجابة يجب أن تكون شخص إنسان عاقل. Why السبب لماذا، إذا الإجابة ستكون because. When متى، إذا الإجابة هنا ستكون time وقت. إذا لم يعرف الطالب هذه الأسئلة ماذا تعني فسوف لن يجيب على هذه الأسئلة إجابة صحيحة. نأتي إلى السؤال الأول أعزائي الطلبة. Where does Sarah live؟ أبحث عن هذا السؤال، أين تسكن سارة، أين تعيش. لاحظ هنا live، أبحث عن live. في الإيميل في الأعلى
لاحظوا هنا عندي كلمة live، هذه lived، والإجابة التي بعدها هي ماذا؟ لندن. إذن الإجابة تكون in لندن. إذن حتى لا نطيل نكتب الأسئلة، إذن هذه إجابة السؤال الأول. إذن هذه إجابة السؤال الأول. Now let's do the second question. إذا نقول in London. In London. السؤال الثاني: How does Sarah go to school? إذا نريد أن نبحث في الفقرة عن go و school. نرجع إلى النص. لاحظوا هنا الإجابات غالبا تكون بالترتيب. لاحظوا هنا يوجد كلمة school. So I don't need to go by bus. Our small house is located near to my school. So I don't need to go. لاحظوا أيضا هذه كلمة go قلنا عنها. Go and school. لاحظوا هنا الطالب يكتب bus by bus. إجابة خاطئة. لماذا؟ لأنها قالت I don't need. لا أحتاج أن أذهب بالباص. ماذا قالت؟ I can go. لاحظوا أيضا مرة أخرى go to school on foot. إذا سوف تذهب إلى المدرسة on foot، يعني على الأقدام. This is the answer. إذا هذه إجابة السؤال number question number 6. Now question number 7. How many؟ قلنا how many كم عدد. إذا الإجابة هنا ستكون عدد. How many goals؟ إذا هنا يوجد كلمات يجب أن نبحث عنها. goals. Did she score؟ أيضا ابحثوا عن هذا. We search for this word. In the table tennis match. أيضا يوجد table tennis match. إذا هذه الكلمات goals, score, table tennis match سوف تساعدنا على الإجابة. Let's go back to the text. لاحظوا هنا here we have table tennis. إذا الإجابة سوف تكون قريبة table tennis. أيضا نحتاج الآن score. لاحظوا هذه scored وهذه أيضا goal. كما قلنا لكم هنا يوجد ماذا عندنا؟ goals أيضا score. إذا بعد أن فهمنا السؤال how many goals، كم goal، كم هدف سجلت؟ we won and I scored a goal. إذا هي سجلت هدفا واحدا. إذا هذه هي الإجابة. نقول she scored one goal. This is the answer. Now number 7. This is the answer for number 7. نقول بدل I لأنها بنت نقول she، ولو كان مذكر نقول he scored a goal. أيضا لو كتب الطالب one تعتبر الإجابة صحيحة، ولو كتب هكذا one بالletter تعتبر الإجابة صحيحة. Question 8. Who gives Sarah lots of homework؟ من الذي يعطي سارة الكثير من الواجبات؟ إذا لاحظوا هنا عندنا homework أيضا lots of. نبحث عن هذه في النص. Let's go back to the text. Homework. This is homework and this is homework. لاحظوا هنا our English teacher مدرس اللغة الإنجليزية is kind but sometimes she gives us lots of homework. لاحظوا lots of homework هذه موجودة في السؤال. إذا من هو الإجابة؟ English teacher. English teacher. Let's go back to the question. لاحظوا هنا وضع لنا ماذا؟ teacher. إذا الإجابة تكون English teacher. Question 9. Why؟ لماذا؟ Why does Sarah go to the cafe after school؟ أيضا سوف نبحث عن cafe أيضا after school. Let's go back to the text. This is the word cafe. This is the word. Okay. I often go to a cafe with my friends after spending a long time at school. We actually go to this cafe. أيضا هذه الكلمة مرة أخرى because. إذا لاحظوا دائما أسئلة why الإجابة تكون because it has Wi-Fi. So we can chat online. إذا لأنه يوجد فيها Wi-Fi وحتى تدردش مع الأصدقاء. إذا because it has control C. This is now let's go to answer the question. The answer نقول because it has Wi-Fi. So مثلا they can chat online. ولو كتب الطالب because it has Wi-Fi
It's correct. ولو كتب الطالب so they can chat with online أيضا الإجابة صحيحة. 10. When متى does she go roller skating؟ أيضا نبحث عن هذه الكلمة. دائما ابحثوا، هذه تسمى keywords، كلمات مفتاحية تساعد على معرفة الإجابة. نأتي إلى roller skating. This is roller skating. متى الآن يذهبون roller skating؟ لاحظوا هنا ماذا قالت؟ At the weekend، في نهاية الأسبوع. I sometimes play table tennis to improve my skills in this sport and I often go roller skating. إذا متى؟ At the weekend. إذا الإجابة تكون at the weekend. Let's go to question 10. This is the answer here. نقول at the weekend. Okay. إذن هذا هو السؤال الثاني. نأتي السؤال الريدنج. نأتي للسؤال الرايتنج. وفي أسئلة الرايتنج المطلوب منكم أولا to express، هذا تسمى give your opinion. Evaluative writing، أن تكتب موضوع أن تعبر فيه عن رأيك. لاحظوا الموضوع هو watching movies at the cinema. مشاهدة الأفلام في السينما is better than watching them at home. الآن do you agree or not؟ هل توافق أو لا توافق؟ Give reasons، أعطي الأسباب. لاحظوا هذا النوع من طبعا مطلوب أن تكتبوا 75 words. هذا النوع من الكتابة، ركزوا معي الآن قليلا، يوجد أشياء ثابتة يصلح أن تكتبوها وممكن أن تكتبوها في أي موضوع يأتيكم في الاختبار النهائي، وهي الكلمات المكتوبة في اللون الأحمر. نبدأ، كيف نكتب نبدأ هذا النوع من الرايتنج؟ نبدأ بقول it is said that، يقال أنه، هذه ثابتة لأي موضوع يأتيكم، وبعد it is said that اكتب العنوان. لاحظوا هنا ماذا كتبنا؟ العنوان watching movies it is said that. نكتب الآن العنوان watching movies at the cinema is better than watching them at home. الآن أيضا هنا I agree، لاحظوا هنا I agree with this topic and I think، هذه أيضا بعد أن تكتب العنوان اكتبها مباشرة. قلنا لكم أي موضوع يأتيكم تصلح هذه أن تكون أن تكتب معه. And I think it's better. الآن أيضا هذه because of the following، للأسباب التي سأذكرها الآن. أيضا هذه ثابتة مع أي موضوع. نأتي الآن لكتابة الموضوع. انتهينا من ماذا؟ انتهينا من هذه تسمى introduction، هذه تسمى مقدمة. إذا أول الفقرة الأولى مقدمة. نبدأ الآن بالفقرة الثانية وهذه تسمى the body. The body. The second the number two. الفقرة الثانية the body يعني الموضوع. نبدأ بماذا؟ ب first. هذه first حتى نبدأ ونعطي the reasons. الآن نبدأ بذكر المثال. When you go to the cinema، عندما تذهب إلى السينما you can see the movie on a big screen. إذا هذا سبب، تشاهد الفيلم على شاشة كبيرة. With amazing sound which makes it feel more exciting، ويجعل المشاهدة والمتابعة أكثر إثارة. أيضا لاحظوا نريد أن نذكر سبب آخر، ماذا نكتب؟ also، أو ممكن أن تكتب عزيزي الطالب second also you. إذا now the second reason، السبب الثاني، ومع كل سبب نعطي examples. You can enjoy popcorn، ممكن أن تأكل popcorn and other snacks، وسناكات أخرى. At the that make the experience even better. Plus now we will talk about the third reason، سبب آخر. ممكن أن تكتب plus أو moreover أو مثلا ممكن أن تكتب third. It is fun to go with friends or family and share the experience together. الآن انتهينا الآن من الموضوع. نأتي الآن إلى ماذا؟ لكتابة الخاتمة. الخاتمة هي paragraph 3. لاحظوا موضوع بسيط، لكن يجب على الطالب أن ماذا؟ يركز. To summarize، هذه ثابتة، يكتبها الطالب مع أي موضوع ويبدأ بها الخاتمة. To summarize يعني ملخصا. I see that أو I think that أو in my opinion watching movies at the cinema is better and people should try it and change their habits. لاحظوا إذن هنا، ويجب أيضا على الطالب أن ينتبه. لماذا ينتبه؟ أن يبدأ دائما الموضوع بحرف كابيتال لتر. لاحظوا هنا يبدأ بكابيتال لتر. أيضا يستخدم علامات الترقيم لايك فول ستوب. لاحظوا بعد انتهت الجملة وضعنا فول ستوب، وفي نهاية الفقرة وضعنا ماذا؟ أيضا وضعنا فول ستوب. أيضا استخدام علامات الترقيم لايك هنا لوك هير، استخدمنا كوما فاصلة. أيضا بعد فيرست دائما استخدم كوما.
بعد الأدوات والكلمات الربط مثل also, first, second, moreover, plus. هذه بعدها دائما استخدم كوما، وفي نهاية الفقرة تستخدم ماذا؟ فول ستوب. وكل ما تستخدم فول ستوب ابدأ بحرف كبير، لاحظوا هنا فول ستوب exciting بعدها A capital، لاحظوا هنا فول ستوب بعدها P capital letters and so، وفي نهاية الفقرة تضع الفول ستوب. نأتي الآن إلى السؤال الثاني من أسئلة الرايتنج، وهو رايتنج a story. أيضا write a story of at least 75 words. يأتيك هنا طبعا موضوع، يوجد مجموعة كلمات في البوكس: unhealthy, play, fell down, hospital, advice, stop, sad, change, healthy. استخدم هذه الكلمات وأنت تنظر إلى الصورة طبعا. picture 1, 2 طبعا امشي بتسلسل الأحداث number 1 then number 2 each sentence. كل جملة write a sentence for each picture. اكتب جملة على كل صورة 1, 2, 3, 4, 5, 6. الآن كيف نبدأ هذا النوع من الرايتنج؟ نبدأ الآن بكلام يدل على ماذا؟ يدل على بداية القصة. ممكن أن نبدأ one day في أحد الأيام، once upon a time، last holiday، last summer holiday، 10 years ago، وهكذا. لاحظوا هنا عندنا مجموعة من الأمور يجب أن نراعيها. الآن نبدأ الآن بكتابة القصة. There was a boy called سالم. أنا هنا سميت الولد سالم. لاحظوا دائما كتابة الأسماء تبدأ بكابيتال لتر. أيضا بداية الفقرة ماذا؟ بدأناها بحرف كبير. إذا أيضا لاحظوا أي زمن نستخدم في القصة. Only use the past tense، فقط الزمن الماضي. Was أيضا لاحظوا هنا was. الآن ننتقل إلى الجملة الثانية. He was an unhealthy boy، كان ولد غير صحي. سالم was a fat، كان رجلا متينا، ولدا متينا. And couldn't، لاحظوا couldn't ماضي، couldn't walk or play easily، لم يكن يلعب أو يمشي بسهولة. هي الآن في كل مرة نعيد نقول هي لأنه تعود على الولد سالم، لا نقول في كل مرة سالم 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 هي. ولاحظوا أيضا بدأنا بحرف كابيتال بعد ماذا؟ بعد النقطة. He was so sad while سالم was playing، إذا لاحظوا هنا كان حزينا الآن يلعب، ذهب ليلعب كرة القدم. وماذا؟ He fell down، يسقط. His friends took him to the hospital and the doctor tell him to be healthy، أخبره الطبيب أن يكون صحيا. وهنا يفكر كيف يصبح مثلا thin، نحيف، ويتمكن من اللعب والمشي بسهولة. نكمل الآن. He was so sad while بينما سالم was playing football with his friends he fell down، سقط. لاحظوا استخدمنا الزمن الماضي لا نقول fall down. His friends took، هذا verb in the past، him to the hospital when the doctor saw، أيضا هذا past سالم. He advised past him، نصحه to stop eating unhealthy food، يتوقف عن أكل الطعام غير الصحي. And to eat healthy food. The doctor also، أيضا الطبيب advised، نصح سالم to do sport and more exercises. في النهاية سالم did what the doctor asked him. سالم did فعل ما الشيء الذي طلبه منه الطبيب. To do and became healthier، وأصبح صحي بشكل أكبر. إذا في هذا النوع من القصص يوجد عندنا زمان، ابدأوا القصة بزمان مثل one day، last week، once upon a time، 10 years ago. أيضا يوجد شخصيات، لاحظوا الشخصية هنا boy، وأيضا شخصية وهو سالم the boy. أيضا يوجد شخصيات أخرى في القصة مثل friends، هذه شخصيات. وأيضا يوجد شخصية أخرى وهو the doctor. كل قصة يوجد فيها شخصيات. أيضا دائما استخدموا الزمن الماضي past tense، لاحظوا advise، asked، did، took. لا نستطيع أن نقول هنا take، ولا نستطيع هنا أن نقول see، إنما saw the past. أيضا fill هذه past، كلها أفعال في الماضي. وأيضا انتبهوا إلى علامات الترقيم والsmall letter والcapital letter. وبهذا نكون وصلنا إلى النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.